طيب خلينا دلوقتي نتابع اخبار النادي الاهلي فرق المختلفه ومراسلتنا العزيزه سالة حامد هي موجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالة صباح الخير عليكي، احنا سامعينك انا وكريم واكيد كل متابعي 10 الصبح في الاهلي، اتفضلي. صباح الخير يا نهاوند، واكيد بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه نادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد من 10 الصبح في الاهلي، وكالعاده طبعا هكون متواجده معاكم من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان طبعا اطلعكم على جميع اخبار الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي، واكيد الفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر بيتسو موسيماني، واللي النهارده ان شاء الله هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات وهيعودوا مره اخرى يستأنفوا تدريباتهم على ملعب مختار التتش بكره ان شاء الله، وبعد التدريب هيدخلوا في معسكر مغلق جميع اللاعبين والجهاز الفني بالكامل، هيدخلوا في معسكر مغلق في مدينه الاسكندريه طبعا عشان يكونوا في اجواء المباراة ويستعدوا بشكل قوي لمباراة يوم الأربعاء أمام الإسماعيلي اللي هتكون إن شاء الله يعني في انطلاقة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، وهتقام في تمام الساعة 8 مساء على استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية. يعني طبعا خلينا نقول إن جميع لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني قفلوا صفحة يعني بطولة أفريقيا ومباراة الحرس الوطني وعايزين يحققوا نتيجة إيجابية يعني في مباراة الإسماعيلي، فان شاء الله يعني جميع لاعبي النادي الاهلي هيواصلوا التدريبات بكره ان شاء الله عشان يحققوا نتيجه ايجابيه يوم الاربعاء، وكمان يعني يقدموا انطلاقه جيده في بدايه مشوارهم في بطوله الدوري الممتاز لكره القدم. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. خليني بقى اروح لاخبار جميع الالعاب الاخرى، وهبتدي معاك يا نهاوند وكريم طبعا بالفريق الاول لكره السله رجال تحت قياده المدير الفني الاسباني مستر اجاستي بوش، والنهارده ان شاء الله يعني جميع اللاعبين عندهم تمرين من الساعه 2 للساعه 4 داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان يستعدوا بشكل قوي يعني لمباراه الذهاب في دور ال 16 من بطوله الدوري المرتبط لكره السله رجال، واللي هتقام يعني امام نادي القناه بكره ان شاء الله في تمام الساعه 6 مساء على الصاله دايما بتمرن عليها جميع لاعبي النادي الاهلي، صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. كمان يعني ده بالنسبه لمباراه الذهاب، مباراه العوده بقى ان شاء الله هتكون يعني في نفس الشهر شهر اكتوبر، ولكن يعني هتقام يوم 29 من الشهر الجاري، وطبعا لو النادي الاهلي يعني فاز في مباراة الذهاب ومباراة العودة هيتأهل بشكل رسمي للدور الثمانية من بطولة الدوري المرتبط لكرة السلة رجال. كمان خليني اتكلم شويه عن يعني كره اليد داخل النادي الاهلي والفريق الاول لكره اليد طبعا تحت قياده الكابتن طارق محروس، حاليا هم في فتره توقف دولي، ان طبعا كل المباريات في الدوري وجميع المسابقات متوقفه حاليا بسبب ان في يعني معسكر مغلق للمنتخب الوطني لكره اليد واللي ابتدى امبارح في المركز الاولمبي بالمعادي، واللي ان شاء الله يعني هينتهي في او يوم 6 من الشهر القادم شهر يعني اللي جاي ان شاء الله. يعني خليني اقول لكم ان المعسكر ده وجميع اللاعبين متواجدين فيه عشان يعني يستعدوا بشكل قوي لبطوله افريقيا واللي هتقام في شهر يناير القادم 2022. فطبعا يعني مستر روبرتو المدير الفني لمنتخب مصر اختار 12 لاعب من فريق النادي الاهلي، وهم يعني طبعا بدايه من حراسه المرمى الثلاثي محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد، وعبد الرحمن طه، كمان اختار عمر خالد كاستيلو وعمر سامي دحروج، عبد الرحمن فيصل، ومحسن رمضان، إبراهيم المصري، ومصطفى خليل، احمد عادل، عبد العزيز ايهاب زيزو، واخيرا احمد هشام سيسا. دول يعني ال 12 لاعب اللي اختارهم مستر روبرتو المدير الفني عشان ينضموا لمعسكر منتخب مصر استعدادا لبطوله افريقيا اللي هتقام في شهر يناير القادم. كمان كره اليد بنات وتحت قياده طبعا الكابتن يحيى يوسف، النهارده ان شاء الله عندهم تمرين من الساعه 8 للساعه 10 عشان يستعدوا بشكل قوي لمباراه بكره امام نادي 6 اكتوبر واللي هتقام يعني تقريبا ان شاء الله في تمام الساعه 4 عصرا يعني داخل ايضا مقر النادي على صاله الامير عبد الله الفيصل. ده طبعا بعد ما اداره النشاط الرياضي طبعا يعني المتواجد فيها كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بعد ما خاطب الاتحاد المصري لكره اليد انه يتم تاجيل موعد المباراه من الساعه 6 للساعه 4 بعد ما يعني طبعا في مباراه لكره السله يعني النادي الاهلي والقناه في دور ال 16 هتقام في نفس الموعد. فطبعا يعني كابتن رؤوف عبد القادر
قادر خاطب الاتحاد المصري لكرة اليد ان هو يتم تأجيل المباراة من الساعة 6 للساعة 4 العصر، فان شاء الله يعني تقريبا المباراة بكرة هتقام في تمام الساعة 4 عصرا على صالة الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. كمان استكمالا لجميع اخبار الفرق الرياضية، الفريق الاول لكرة السلة السيدات تحت قيادة الكابتن علي هاشم حققنا الفوز امبارح على نادي الزهور بنتيجة 80-27، وده كان ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط لكرة السلة رجال. يعني طبعا يعني هوند وكريم كانت كل اخبارنا النهارده بالنسبه لجميع الفرق الرياضيه ومشوارهم في جميع البطولات، وطبعا الفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر بيتسو موسيماني. والان العوده مره اخرى للاستوديو، طبعا الكلمه ليك يا هوند، تفضل. تغطيه رائعه منك، شكرا جدا ليك يا سلا عليها، شكرا.